حضرتك مدير الانتاج اتفضل. وانا لو انا مستثمر ومعايا راس مال كويس ورحت اشتريت مثلا 1000 طن توم ب 8 مليون جنيه تمام، ممكن اجيبهم لك نشتغلها مع بعض؟ نشتغلهم. احنا عندنا كفاءه الانتاج، يعني الخط اللي حضرتك شايفه ده بيطلع طن في الساعه، طن يعني تبص تلاقيني كده انا في اليوم ممكن اطلع لي في حدود من 10 ل 12 طن. ما شاء الله ما شاء الله بجد. دي امكانيه الخط، ولو زودنا واشتغلنا عدد ساعات زيادة ممكن نطلع اكتر من كده.